بحضور حشد من المدعوين، افتتح بنك بيروت فرعه الرقمي بسمارت في وسط بيروت، حيث يستقبل الزبائن على مدار الساعة ليقدم لهم تجربة مصرفية عصرية جديدة ويتيح لهم إجراء كافة عملياتهم المصرفية بأنفسهم. يتميز فرع بسمارت بتصميمه العصري واعتماده على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الرقمية، بما يضمه من أجهزة لوحية وشاشات تفاعلية، بالإضافة إلى صراف آلي عصري لإيداع النقود والشيكات وشاشة للتواصل المرئي مع مركز خدمة الزبائن. بسمارت، خطوة ذكية جديدة يعتمدها بنك بيروت لمواكبة التطور.